العذاب. بلغة السجن الحرب يقول له اصرف له 1000 قربان. ده كانت أقل حاجة عند شمس بدران. الناس كانت بتنضرب 5000. شوف بقى لما النساء ياخدوا علقوها من شعورها فوق، الشعر متعلق بحبل، متعلقين من الشعور في السجن الحربي. يتعلقوا. وفيها ناس كانت تصدر الأوامر من عبد الناصر رأسا يقول له فور دول. يوم حمزه البسوني فورهم يعني ايه؟ والله العظيم هذا الكلام حقيقي على لسان حمزه نفسه قبل ما يموت. من اقرب الناس اليه تذكر الامر ان عبد الناصر فور دول، يقوم عشان يفورهم يقول لهم اسمعوا بقى فيه امر في ان انا اموتكم وما اقدرش اخالف الاوامر. يجي واخدهم صاحب لهم جايب 10 عسكر من جنود الحرب اسحق في الحته دي، يسحر وينزلهم في الصحره ويجي رادم عليهم احياء، هم احياء وشهاده الوفاه تطلع كل شيء. رجل اقسم بالله واحد بيحلف لي ايمان صادقه انه كان صديق لحمزه وبعد ما ربنا قضى عليه وفصلت راسه بيقول حتى مات النعش حاولنا ندخله المسجد عشان نصلي عليه فلم يدخل المسجد ابدا. يقسم بالله يقول والله عملنا المستحيل عشان ندخلك يا حمزه المسجد نصلي عليك كانك حاطط قدام الناس حط بغيض. ما هو راضي يدخل. حصلش هذا ابدا. كل واحد يعذب بالطريقه بتاعته. العالم اللي يعرفه انه راجل بيبلغ رسالات الله، والله جاب واحد اسمه الشيخ عوض سلام الله يرحمه ويغفر ليه، كان راجل واعظ وعظيم. ده قال عملت زي ما مولدته. ده قال زي ما مولدته واتغمس عينيه وواحد والعياذ بالله يمسك عصا ويلعب له في حورته. كل واحد بالشيء اللي ينسى. وكان في موته في السجن الحرب اسمها الموته الصامته، يموت بس ما يضربش. يموت ازاي؟ يجيب الوصيه اللي متوفى عليها من الخرايط من صلاه عبد الناصر يوكلوها لسه وجبنا حد. فالحرب شديد ياكل، ما هو مش الا كده، ويشرب ميه، اديله ميه زي ما هو عايز وميه تلجه يا عبد ميه لانه واكل ملوحه. وبعد كده يقوم يجيب ايديه يربطهم ورا ظهره ربطة معلمين، وكانوا جايبين عيال عساكر في السجن الحرب مدربين في المانيا وفي روسيا، عيال يعني تطير رؤيتهم وصوتهم لا يعرفوا ربنا ولا النبي ولا حد ابدا، يعني كل النبي سواه ولا حد مرتضي، لا يعرف حاجه ابدا، لا يعرف حاجه ابدا. يجيب يربط ايديه ورا ظهره ويجي على عضو التذكير اللي هو عضو اللي بنتبول منه ويحط على فتحه البول قطعه من البلاستر. يجي اخينا عايز يتبول لانه شرب ميه، المسألة اشتغلت، الكلى اشتغل، يلاقي فتحة البول مسدود فيحبس فيه البول فيتسمم دمه فيموت. ولذلك الحال اللي احنا فيها دي ما تقولوش ان ربنا لا يظلم احد. طب والشعب ذنبه ايه؟ لانه كان بيهلل وكان بيهتز وكان بيقول ذبح ذبح يا جمال، لا رجعية ولا اسلام، ذبح ذبح يا جمال. ها واكلين سندوتشات فول بقى وما تقول لكل واحد ربع جنيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ابن تيميه بيقول ايه بعد ما تصلي على الحبيب؟ ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. قالوا له جبت الكلام ده منين يا ابن تيمية يا راجل يا عالم يا محترم يا اللي ملأت طباق الارض علما وحكمة؟ قال لهم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ما دام اهلها مصلحين يبقى ما فيش اهلاك، انما الهلاك يجي على ايه؟ على الظلم. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون.
وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. وحد العزيز الحميد